حياكم الله انكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناه الرافدين. قال باحثون اقتصاديون ان وزاره الخزانه الامريكيه استدعت محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق الذي اجل زيارته لامريكا مرتين خلال الاسبوع الماضي لحين اكتمال التدقيق في انشطه المصارف واستخراج النتائج والتي اثبتت بشكل قاطع استمرار تحايل المصرف العراقي على العقوبات الامريكيه. وأضاف الباحثون أن الجانب الأمريكي قدم كل ما يثبت التحايل والتلاعب وفقا للأدلة التي قدمها الفيدرالي والخزانة الأمريكية، واللذان أصرا على أن تستمر الشركات التدقيق بمتابعة الحوالات للمصارف العراقية. هذا وأنهى وفد من البنك المركزي زيارة للولايات المتحدة الأمريكية بهدف بحث عدد من الملفات العالقة أو المعلقة، ومنها مكافحة غسل الأموال وتنظيم التحويلات المالية. بلغت استيرادات العراق من القمح الكندي أكثر من 40 مليون دولار خلال العام الماضي 2023 بحسب موقع ترايد ماب الذي يوفر خريطة التجارة للدول الصادرة والواردات. الموقع ذكر في إحصائية له على موقعه أن العراق استورد القمح من كندا خلال العام الماضي بكمية بلغت 104,550 طنا بقيمة إجمالية بلغت 40,325 دولارا. وأضاف أن حصة العراق من واردات القمح الكندي بلغت 7%. أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية أن العراق والسعودية يتصدران لائحة البلدان عربياً في عدد الزائرين إلى تركيا في آب من عام 2024 الحالي. ذكرت الوزارة أن السعودية تصدرت الدول العربية بعدد السياح إلى تركيا خلال شهر آب، وأن العراق احتل المرتبة الثانية بعدد الزوار إلى تركيا في شهر ذاته، حيث بلغ عدد العراقيين الذين زاروا تركيا 111,960 سائحا، منخفضا بنسبة 1.88% عن نفس الشهر من العام الماضي. الآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.